جنرال، يعني في سؤال عن الأزمة الحدودية بين لبنان وسوريا، رح أسألك عليه من نظرتين، نظرتك العسكرية ونظرة ابن عكار. ايه طيب، اليوم راح الجيش اللبناني على المنطقة الحدودية، على منطقة عكار ووادي خالد. وليد جملاط يصفه بالاستعراضات، نواب كتلة المستقبل ينتقدون ذهاب الجيش إلى هناك. بس فيك تشرح لنا لماذا انتقاد الجيش وعملياته العسكرية؟ ما في عملية عسكرية، في تواجد للجيش اللبناني هوني، ليش ينتقدون؟ أنت من مع هذا الانتقاد أو لا؟ أنا ضد الانتقاد. طيب، أول شيء بدي أقول له للسوريين طابخ السم آكله. قديه كان نحن نقول لهم يا عمي الحدود فلت زبطوها، ما كانوا يقبلوا أيام زمان، هلا صاروا بدهم جيشنا يروح على الحدود. هلا أنا ليش ضد مهاجمة الجيش؟ لأن الجيش ما عنده سياسة خاصة بقلب البلد، لا بقلب البلد ولا خارج البلد. الجيش بتقول له روح لهونيك بيروح، روح لاعمل هالشغله بيروح. السلطه السياسيه هي الحمله على الجيش اللبناني عندما ذهب، وهم كانوا عم بيطالبوا انه بذهاب الجيش اذا هذه المنطقه. ايه بس يمكن طريقه الروحه او شيء، يمكن اعترضوا عليه. بس انا لكفي لك نظريتي. اليوم الجيش ما في يعمل سياسي بالبلد، بس يكون الجيش عم يعمل سياسي بالبلد يعني عم يعمل انقلاب. وقت اللي رئيس الحكومة بيقول الجيش راح على الشمال بقرار من مجلس الدفاع الأعلى، معناتها السلطة السياسية عطته الأمر. هلأ كيف راح الجيش وكيف وصل وكيف رجع وكيف انتشر، هاي بتصفي شغلته حسب شو قايل له. طيب، هون نظرتك العسكرية، عطينا يعني صورة عن هذه العملية. أنا اللي شفته أنه بعد مجرى نهر الكبير راح على المنطقة يلي بوج بحيرة حمص، يلي بوج حمص، يلي فيها ضيع حنيدر والكليسة والرامي والهيشة، هودي ضيع ما في بيننا وبين سوريا نهر. راحوا قعدوا هونيك. هلأ شو المهمة؟ شو عطى قائد الجيش أمر؟ شو هيك؟ أنا ما بعرف، لا، لأن هيدا بيبقى بالأسرار العسكرية. بس ممارستهم أنه راحوا قعدوا على الحدود. هلأ إذا واحد جريح وجاي وما بدهم يتلقوه بيكونوا عم يعملوا جريمة كعسكريين. طبعاً، لأن اليوم نحن معلمين بالجيوش وهذه اتفاقات الأمم المتحدة أنه إذا العدو وقع بإيدك وجريح مجبور تطببه قبل الصديق. فكيف واحد سوري لنقول هذه بالعقيدة العسكرية؟ لكن معلش جنرال، يمكن الانتقاد سبق وصول الجيش أو هونيك أو بعد لحظات من وصول الجيش لهونيك، عم نشوفهم. أنت ضد هذا المبدأ؟ أنا لماذا كتلة المستقبل تنتقد العملية التي يقوم بها الجيش؟ يمكن أنا في منطقة عكار. أنا برأيي تسرعوا قبل ما يشوفوا الجيش شو عم بيعمل. تبي؟ أنا ما في انتقد الجيش إلا إذا شفته عم بيعمل. بس أنا بعرف الجيش ما بينفذ أمر إلا ما يكون أمر جاي من السياسة. هلأ كيفية تنفيذ الأمر؟ قد بيروح بعيد، قد بيروح بيتأخر لورا، عنده هامش معين ما بيقدر يتعديه. لذلك بمجرد ما وصل الجيش انه نهاجمه، لا، يمكن هيدي بتكون طريقة متسرعة. ترك الجيش يشتغل شغله بناء لها الشغل، ساعتها بتشوف شو لازم يعمل. هذا اولا. ثانيا، ما السوريين حاطين ألغام على كل الحدود بدءا من العريض عن نهر الكبير وصولا لوادي خالد، على كل هذا النهر. انه نحن شو بدهم ايانا نعملهم السوريين؟ هني انا برأيي عم بيحاولوا كسوريين يزجوا انه لبنان عم بيجي منه ارهابيين، وهيدا الجيش يمكن هو عم بيكمش او يمنع الارهابيين. بس الجيش ما بيدخل بهيك مغالطات، ما بيأمن هيك مغالطات، ولا بيوافق انه هو اذا ما كمش حدا ما بيقول. عرفت كيف؟ طيب. لذلك هن عم بيستدرجوا الجيش والدولة اللبنانية ليقولوا ليكو هيدي الدولة عم بتمرق ارهابيين. عزيز. انما هن غايب عن بالهم انه يمكن اذا تحرشوا بلبنان هالمرة السوريين، ساعتها الله يستور. خلينا نروح للمحور الثاني يا جنرال. المشكلة الحكومية ليست بنت ساعتها، هذا ما يجمع عليه أركان الحكم.